باسكت مختلف، انك يعني بتاخد قرارك اقل جزء من الثانيه، والتحركات بالعين اكتر ما بيكون تحركات على مساحات واسعه يعني. وشغل كابتن اشرف يعني برضو انت انك هتحفظ المدير الفني، فانت الخمس لعيبه المفروض بيعملوا حاجه واحده اللي طالبها الكوتش، فانك تحفظ ده بياخد مجهود وبياخد وقت. بالظبط. فالكوتش لسه حتى ما لحقش ان هو يشتغل معانا كفول تيم مع بعض يعني، هو ما شافش لسه الفرقه واقفه قدامه كده لاين واحد وبيشتغل معاه لسه لحد دلوقتي، ده يعتبر ما حصلش يعني. بس هو يعني بغض يعني طبعا تكمله لكلام يعني، هنا انا من ضمن الناس الجداد فانا مش حاسس ان انا غريب في فتره قليله جدا يعني. دي طبعا كنت لسه بتكلم مع ابو نصر حاتم في الموضوع ده، بحكم طبعا ان احنا لعبنا مع بعض منتخبات، الروح اللي ما بين الفريق دي خلت ان احنا يعني يبقى في كيمستري اسرع شويه. كان ممكن طبعًا يبقى الموضوع ياخد طبعا يعني بعد مع الوقت ان شاء الله هيبقى الموضوع اكتر واكتر، لكن الكيمستري جت شويه اسرع من الطبيعي بسبب الروح اللي في الفريق. انا يعني احنا بقى لنا شهرين ثلاثه مع النادي الاهلي، انا حاسس ان انا بلعب بقالي سنين في النادي الاهلي. انت بتقول يعني اليكس عيط يعني، يعني ده هو يعني محترف يعني، لكن محترف. انا يعني الحقيقه دي حاجه فعلا، وانا كنت شايل همها قبل ما اجي النادي الاهلي، بس دي ما لقيتهاش خالص يعني. من اول ماتش احنا لعبنا، احنا جينا الدوري خلص القديم لعبنا بعدها بشهر، ما لعبنا ماتش يعني. كنت شايل هم انه الانسجام ده ممكن يطول، ممكن بياخد وقت، وده طبيعي. وده طب كنت لسه هقول لك انه ده كمان طبيعي النادي، وده طبيعي جدا. وكمان في الباسكت الروح بتفرق، ما ده اللي انا بقوله. هو فعلا انا من اول ماتش لعبناه لا مش حاسس ان انا غريب يعني، عادي بلعب مع زمايلي، مش حاسس ان في حاجه غريبه خالص. فدي الصراحه فرقت كتير جدا طبعًا. موضوع الروح اللي في الفريق دي، ودي اللي ان شاء الله يعني هتخلينا باذن الله بقى يعني ننافس بقى يعني هننافس بقى بسهوله ان شاء الله. ان شاء الله. وانت زي ما قلت انطلاقه البطوله دي بتدي بوش وبتدي انطلاقه مع اكتمال الصفوف ان شاء الله، مع الانسجام ان شاء الله عندكم ثلاث بطولات باذن الله تكون جوه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. باذن الله. كابتن مهيب شكرا ليك، الف الف مبروك، كل سنه وانت طيب. حاتم بحيري شكرا جزيلا. وكابتن محمد ابو النصر نورتونا النهارده، والف الف مبروك، كل سنه وانتم طيبين. سنه سعيده عليكم ان شاء الله، ودايما المزيد من البطولات ان شاء الله.